بس النهاردة ترامب المجنون، ترامب المجنون الابتزازي اللي بيبتز الدول البلطجي، بيصف بشار الأسد بالحيوان ويتوعد روسيا وإيران. فالباشا ده الجدع ده اللي هو بيمارس نوع من أنواع البلطجة بتاعت الكباريهات، هو كان ليه في حكاية البورنو وحاجات مجلات السكس والحاجات دي كلها، فهو مش متخيل انه بيحكم الولايات المتحدة الأمريكية. بشار الأسد تتفق تختلف معاه، واحد قاعد في بلده وانتوا جبتوا له 46 دولة بتضرب فيه، وفي دول عربية وفي ناس قاعدة بتضرب فيه وهو صامد. صامد رغم اللي انتوا بتعملوه فيه. ما يبقاش حيوان، يبقى اللي بيعتدي عليه هو اللي أقل من الحيوان، يبقى هو جزمته أشرف منكم لأنه بيدافع عن بلده وعن تراب بلده. إنما أنت راجل معتدي سافل ومنحط وحيوان، أنت اللي جاي من أمريكا بتضربه. يعني مين هو أنت مبعوث العناية الإلهية وبعدين تصف الآخرين بالحيوان؟ لا يا سيدي، ثم إن بوتين وروسيا وإيران اديتك على قفاك. في سوريا، في سوريا، في سوريا بوتين وإيران، روسيا وإيران ادت لأمريكا والتحالف على قفاه وانتصروا.